السلام عليكم. نورتنا يا ابني، بألف سلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا زعلان منك يا معلم هرم. ليه كفل الشر يا معلم نوح؟ في عيال من تحت إيدك بيلعبوا بديلهم من وراك في توزيع البضاعة. محدش من رجالتي يقدر يعمل كده يا معلم. عملوها يا معلم، عملوها. وأنا ما أقولش كلام إلا إذا كنت متأكد منه. خصوصاً رجالة لو كان الحوار ده حيلطنا كلنا، والمثل بيقول المية بتكدب الغطاس. يلطنا ازاي يا معلم؟ ما تنورنا يا معلم نوح. رجالة المعلم بياخدوا بضاعتنا يهرسوها عشان يحلبوها، وده حرز يثبت كلامي. ده شريط من شغلنا رجالة، صح؟ هو بعينه. تمام يا معلم. ماله بقى يا معلم؟ الشريط ده قبل وده شريط بعد. الاولاني ده شغلنا النظيف، التاني ده مكتوب عليه اسمنا صحيح بس مش شغلنا، شغل براني مضروب. رجالة المعلم بياخدوا الحباية بتاعتنا يهرسوها ويضيفوا عليها المضروب، وبعدين يعبوها تاني ويبيعوها بنفس السعر. بعد ايه؟ بعد الشريط لما يعمل 10. واحنا بقى سمعتنا تتضرب في الحديد وهم يعدوا الالومنيوم. مش معنى رجال تاني، ليه ما يكونوش رجال حد تاني؟ بالراحة يا معلم، بالراحة. واحنا جايين نتخانق؟ لا، احنا جايين نتفق وننور بعضينا. يا رجال احنا كلنا في مركب واحد، لو غير يتحطوه بينا كلنا. انا هدعبس في الحكاية دي، ولو طلع حد من رجالتي ملطوط انا هحط رجالته تحت رجلين الكل. كده يبقى عداك العيب يا معلم. واحنا كده يبقى استبينا يا سيد المعلمين. نشوف بقى حصتنا من الجديد. نشوف، وربنا يهديم المعروف. امين يا رب. ما تشربوا الشاي يا رجال، ده حتى شغلنا ما بيحبش الا الشاي. البلد باظت والايام ما بقاش فيها بركه، والناس يا بجاش يا اخويا نفوسهم بقت وحشه، الكل بقى بياكل في بعضه وتلم العاطل على الباطل.
وتلخبط الحابل بالنابل. دنيا بقت سلط على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟ اتقل انت بس اتقل، دورك جاي ما تقلقش اتقل. احنا كنا بنقول ايه يا اولاد ولا وصلنا لحد فين؟ السلطة يا معلم. ايوه. تروح بقى ايه؟ فارك ايدك برشة كزبرة وبصلاية ومخرط. معلمي. ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده لعبة يا جاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول؟ والعياذ بالله الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه، معقوله البني ادم يضر نفسه؟ معقوله؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب انت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي. عمرك انت سمعت عن محشش قدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. انت سامعني؟ لا. التعميره دي جامده قوي يا رجاله. ايه ده؟ طب انتوا عمركم سمعتوا عن محشش اتحرش بواحده؟ عمرنا. طب عمرك انت سمعت عن محشش واحد في الارض استوطى مع البت بتاعته وبعد ما لمؤاخذة سلبها عز ما تملك خميس؟ ما انت سامعني اهو. حلو يا معلم. عمال يقول لك لا. ايوه ومش هو اللي بيقول ده، مخلي نفر جوه بيتكلم بدانه. اطلع يا. حلو يا معلم. ادي اللي خدناه بالبلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه. واحد وعشرين سنة بحشش يوميتي يا رب صبح وليل. اسأل عيال أمي. أيوة. وعمري يا أخويا ما أدمنتوش. لا عمري ما اتحرشت بواحدة. الله يخرب بيوتهم، خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران، خد الجوزة شد بس هو اتحرش بيها. ايوه ايوه اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي رايح وجاي. تاكس تاكس. رومانا رومانا استني بس. رومانا استني. استني بس يا نجمة مصر. نعم، انتوا خليتوا فيها نجمة ولا نيلة؟ صدقيني انت فاهمة غلط واشتري مني. يا اخي انا مش عايزة افهم حاجة خالص، انا قاعدة في بيتي ملكة، ولما تعرفوا قيمتي كويس ابقوا تعالوا. مش حلو الكلام ده، ولا بيحل ولا بيربط. جاك حل وسطك يا بعيد، هي ناقصاك يا ابن مفكوكة. كده برضه يا رومانا؟ رومانا. رومانا. شرسة قوي بس طيبة. تعالى يا بابا، لقيت لك كام موضوع حلوين قوي، دول عناوينهم، هجيب لك بقى بقية الداتا بتاعتهم عشان نعمل كده كام كتاب حلوين. يا بنتي يا حبيبتي، بالراحة على نفسك شوية، شكلك تعبان. أنا مش تعبانة ولا حاجة، وديني بتسلى. تسلي ده إيه؟ الحاجات دي هتعطلك عن مذاكرتك. يا بابا، ما أنت عارف بنتك كويس، أنا يا دوب أبص في الكتاب من هنا أحفظه صم. والكتب دي بتعلم منها وأنا بقراها، وبرضه بابا القرشين اللي بنطلعهم من الكتب ديت بيسندونا. مش معقول كده يعني هنفضل عايشين على الفلوس اللي ببعتها أفندينا. أنا كبرت يا بابا وما بقاش ينفع كده. آه والله يا بنتي عندك حق. الراجل يعني من ناحيته عمل اللي عليه وزيادة، وبيتعامل معاكي كأنك أخته بالظبط.
طب سيبني بقى بابا كمل شغلي. حاضر يا حبيبتي، تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. اقول لك ايه، عملكيش حبه شاي صغننين؟ ربنا يخليك يا بابا، مش عاوز حاجه. طب سندوتش جبنه؟ يلا بابا بقى عايز اكمل شغلي. يلا بابا عايز تطاق كملي. يلا ربنا يقويك يا بنتي. اللي انت قلته لي على التليفون ده اللي سمعته يا برنس، انت متاكد؟ الا متاكد. معالي الباشا، امرني معاليك، تشرف وتانس في انتظار معاليك، احنا نفرش الارض ورد. مع السلامه. ده الباشا الكبير صح؟ كملت يا شلام. احنا اتحسدنا ولا ايه؟ خميس مش هيسكت وانت عارفه كويس. ومين قال لك يا موزه ان انا عايز اسكت؟ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ علامه صغيره تبقى تذكار، عشان لما تبقي في حضن حبيب القلب يبقى يشوفها.
بقتش افكر في اللي جاي واللي عدى وفي اللي راح. اظهر خلاص مكتوب عليا ابقى الضحيه. انا من الجبل من اللي اتعمل وبتعمل فيا. ضحيت انا واديت انا ورديت باللوم عليا. انا من الجبل من اللي اتعمل وبتعمل فيا. ضحيت انا واديت انا ورديت باللوم عليا. تروح تراضي رمانة وترجعها الشغل هنا تاني. عايز اجي المرة الجاية اتفرج عليها. امرني يا باشا امرني. اخبار الشغل هنا ايه؟ كله تحت السيطرة. شوفيتم معي. مجيلكش في حاجة وحشة يا اخويا. اللي معايا برا ده الدكتور هيمن الهردة. مصدر تقيل قوي في الاستيراد. لنك معاه. هيبقى في شغل كبير قوي انت هتوزعه وحصتك هتبقى الطقطقين. كتير عليا ان اكون خدام ساعات. طبعا ده في حالة رجوع رمانة. الراجل يا اخويا كان جاي نفسه يتفرج عليها. ما تكسرش بخاطره وبيضون فاهم؟ مين قال ما ترجعش؟ انا قلت ما ترجعش. هي قالت ما ترجعش. رجعت يا باشا وشلناها على راسنا من فوق. بلاش راسك يا اخويا لحسن تتزحلق. انا عايزك تشيلها جوه عينيك فاهم؟ امرني امرني يا باشا. شاطر يا مالت. قوي قوي قوي. الله ايدك يا معلم. الله ما يصحش كده يا بنت. ما تفهمنيش غلط امال. انا بس عاوز اوجه صوابك على الحتت اللي تعبالي هنا. اه طب اهو. ايوه اهو كده. انا بس خايفه تكون ايدي ناشفه عليك ولا حاجه. ناشفه ايه؟ ده ملبن ومحشيه لوز كمان. لا لا بخير بخير يا بنتي. قلت لك بخير. حد يسمعنا مال. الله طب كده حلو. ايوه حلو. راح. ايوه وهنا وهنا الحته بتوجعني. ايوه كده. الله الله اهو كده شفتي. ايوه حلو قوي. ايوه ما تخافيني كمان. تقومي شوفي شغلك مال. في بس يا معلم ما احنا كنا كويسين. الله قلت لي غوري غوري. يا لهوي سيب راح. ما تسيبها يا حاج تدلك لك رجلك يمكن تطلع على ظهرك ليكون قافش ولا حاجه. مش طالبه نقورتك يا خفيف. ولا نقوره ولا حاجه. افضي سك انا. تعيط اجري انت يا بنت. بالاذن يا معلم. بالاذن يا سي براء. بالسلامه يا ست. انت كنت غطسان فين يا قد ده كله؟ ولا حاجه. كان عندي مصلحة كده يا طياري. أني مصلحة دي؟ الله تكون شهاد كبرت وبشال حسابك. قولي على الأقل أفرح لك. حسابي إيه بس يا حاج؟ لا حسابي ولا حاجة. دي كانت مصلحة كده عالضيق يعني. مش كان في معادي الليلة مع الرجالة عشان المصلحة اللي بجد؟ هي كانت الليلة؟ يا اخويا كانت الليله والرجاله جم وقعدنا مستنيين جنابك عشان منى عيني اشوفك كبرهم. خلاص يا حاج ما حصلش حاجه. عندي المره دي. عندي وعندك دي هناك على القهوه او في حضن مراتك. انما الشغل شغل. واللي ما يخافش على اكل عيش وما يستاهلش لقمته. ما خلاص يا معلم ما حصلش حاجه. دي اول مره يعني. والمرة عندي ملاش تاني ياض. خلاص انت مالكش في المصلحة دي. ايوه ولو عايز تبقى فيها كبيرك هتاخد يومية اي صبي شغال فيها. ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ صبيان يقولوا عليا ايه؟ عشان يبقى لك صبيان يا خفيف لازم انت تبقى كبير. الحكاية مش بالكلام يا ابن النوح. ده اخر القول ومش عاوز اسمع حسك تاني. فهمت؟
فهمت يا حاج، فهمت. سوريا سوريا سوريا، مشي مشي مستحيل. رجلي فين؟ بالراحة بقى، ما تخليش يخير عشان ما زعلش. الحقنا يا سي خميس. في مالها رمانة؟ معرفش يا اخويا، انا كنت بجيب لها حاجات واحصلها على الكباري، بصيت لقيتها داخله عليا بتشلب دم من كل حته وقطع النفس يعني امها، جبت لها الدكتور وكلمتك على طول. ايه فين؟ جوه سطيحه. ما قالتش مين اللي عمل فيها كده؟ ما قالتش منهم لله، لا يقعوا ولا يستوعوا اللي عملوا فيها كده. اما اروح ابخر البيت، البيت فيه اسياد، حابس حابس. هيكون مين يعني؟ اه حبة عيال قطروني على الدائري. وعملوا فيك ايه؟ ما تخافش يا اخوي، غرضهم سرقة، ولما صوت نزلوا فيا ضرب بالحزمة وخدوا كل اللي معايا. حد مسك؟ اطمن، حبة خرابيش على الجلد. البلد فكت، ما كلمتنيش ليه؟ اصل اخدوا مني الموبايل وخدوا الفلوس وخدوا كل اللي معايا، واول ما وصلت هنا البيت خليت بيسا تكلمك. انت وصلت هنا ازاي؟ اه بالراحه بالراحه. مفيش يا اخويا، شاورت العربيه نص نقل، صاحبها تلعب ابن حلال جابني هنا لحد البيت. ولاد الكلب، ما شفتيش حد منهم؟ الدنيا كانت عادمه وما لحقتش اشوف حاجه. اكيد العيال دي قاطرينك في المحل. والجردات كانوا فين؟ مش عارفه، الحمد لله انها جت لحد كده. ليه انت كنت عايزاها توصل لحد فين تاني؟ وحياه امهم لا جايبهم ولو في سابع ارض. والنبي سيبك منهم، ما تشغلش بالك بيهم، دي اكيد عيال مبلبعه اي حاجه وشرقانه فلوس، ودول ياهما اليومين دول. وحياتك عندي لا اجيبهم لك راكعين تحت رجليكي. ابوس ايدك وحياتك انت عندي، سيبك منهم وخليك معايا يا اخويا. الدكتور قال لك ايه؟ مفيش، قال لي دي شويه كتمات وهتروح لحالها، واداني حقنه. حقنه فين؟ هنا يا اخويا في دراعي، حقنه مضاد. اه حلو. شغال ايه الدكتور ده؟ إيه يعني اسمه ايه يعني؟ وانا عارفه يا اخويا، جابته لي البنت بيسا. طب ارتاحي يا حبيبتي، ارتاحي. انا مرتاحه وانا في حضنك يا خميس، خليك معايا والنبي ما تسيبنيش. ده بقى احلى حضن في الدنيا، تمد ايدك كده تاخد منها كل اللي انت عايزه، وتعلي دماغك لسابع سما كانك طاير فوق كل البشر، وتغمض عينك كانك في حته من الجنه. الله يخرب بيت التركي اللي حاسبه دماغكم. بقول لك يا بيبي، حياه ابوكي لا تخفي عليا شويه من الحوارات دي، ماليش فيها خالص خالص خالص. انا مش مبسوطه، انا حاسه ان الناس كلها زي بعض، كله بيقول نفس الكلام. انا اتخنقت يا لؤي، تعرف ايه اكتر حاجه بحبها فيك؟ ايه يا روحي؟ مذكوراتي بضمير. ان انت الوحيد اللي بتكلم معاه وانا مش مكسوفه، انت الوحيد اللي بقدر اقول له كل حاجه ما اقدرش اقولها اي حد، اصلا انا دايما حاسه ان انا لوحدي. انت في الباي باي خالص. باي 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 باي. زمري 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 باي باي. قالت لك انا حضن الدنيا وطايره فوق كل الدنيا. فوو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 و
دي اول القصيده. النهارده صبي باليوميه، بكره يديك كتفه ويرميك بره السوق، ومش بعيد يخلي خميسه فندينا كبير السوق. افندينا افندينا، مش قادر اسمع الاسم ده، انا قرفت منه. لا ده انت لازم تسمع الاسم ده ليل ونهار، عشان هتفوق في يوم تلاقي ابوك جايبه هنا وسطينا. كفايه بقى، انا دماغي مزروطه على الاخر ومش قادر. ها وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول مش قادر. لا يا حبيبتي، قدره عن قدره تفرق، وانت عارفه كويس قوي ان اقدر. بس انت رضي كده وانت تشوفي. اوعى كده بلا نيله، اوعى. دي اللي انت فالح فيه يا بنت. ده انا براء النوح. براء النوح هو ده اللي انت فالح فيه، تقدر على النسوان وخلاص، انما الرجاله ما تعرفش تقف قدامه. تعالى يا بنت. اوعى فكك من كلمتين. لا اوعى بقى، اوعى سيبيني. اوعى. يعني انت متاكده من اللي انت بتقوليه يا اختي؟ ما انت كل مره بتقولي لي كده وكل حاجه بتبوظ. ماشي يا حنتومه، ورحمه امي لو ما حصل لحقتم رقبتك وحاجه في حتتك وفضحك. من المشكله يا حنتومه ان مراته لابده في الاوضه يا اختي ما بتخرجش. لازم يعني الليله ايه ده اللي يبوظ؟ ورحمه امي لحط العمل الليله هحطه، يعني هحطه الليلة. خلاص يا حنتومة ما تبقيش لبكاكة. يا ساتر يا رب. مزاج الخير. اصل انا كنت زهقانه شويه، قلت اما اجي اقعد اتكلم معاكي شويه ونتساير ونروق وندلع روحنا. مالك مش مصدقاني؟ بيني وبينك عندك حق، ما هو يا اختي احنا كل اللي بينا غل وقرف، بس هو كان مين يعني اللي زرع جوانا كل الحاجات دي؟ مش هم 44 اللي قاعده بره؟ عارفة ليه؟ عشان تفضل معلقة كل واحدة مننا من عرقوبها. بس احنا خايبين، احنا ستات زي بعض، المفروض نخلي بالنا من بعض، قلبنا على بعض، مش كده ولا ايه؟ انا الصراحة مش عاجبني حالك. ايوة قاعدة كده يا اختي كامرة نفسك في الأوضة وفي قميص نوم ومتدفية زيادة يا اختي، مش سنك خالص. خدي بالك من نفسك شويه. وبعدين سايبه الراجل طايح كده، كل اللي نفسه فيه بيعمله عيب. هاتي الكوبايه اللي جنبك دي. هظبطك. الراجل من دول عينه بتبقى زايغه وعينه ما بتروحش غير اللي ايده مش طايلاه. خدي اشربي ده على نفس واحد، نفس واحد ما تخافيش، ده انا هظبطك النهارده. شاطره والست الواعيه اللي عايزه تخلي بالها من جوزها لازم توري اللي عينه ما شافتهوش يا خايبة. أنا نويت أظبطك، حبيتك. اشربي تاني. حلو، أنا هروح أجيب لك شوية أحمر وأخضر
وهجيب لك قميص نوم من عندي نقاوه. بس والنبي اوعي تقولي لامك وقبره ان انا اللي عملت كده، واوعي تقولي لسي خميس ان انا اللي عملت كده. خليها تبان كانها جايه منك احسن. حبيبتي انتي خمس دقايق وجايالك. ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان. يا خرابي يا قلبي. ايه ماله قلبك؟ فط واقف رجلك. ما تاخذنيش يا سي خميس، اصل انا نجمي خفيف شويه، وما بتخط ركبي بتخبط في بعض. يا ولده بيلبسي له حاجه تقيله وكني في سريرك والدافي في حضن جوزك. سريري فيه شوك بيعلم في جسمي، ومحروس جوزي بيحب ياكل رز مع الملايكه، واخرتها بيخرج ويسيبني لما اتخنقت. حبه هوا 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 عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي. كرامه كرامتي I love you. طبعا مش مراتي حبيبتي وحلالي اللي اسمولي ربنا. طبعا تبي حبيبتي. استني يا حياتي اما اشيلك وادلعك واهنلك. واه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، واه يا دنيا الله. انا عارفني انا تد مني، انا مش انا، انا مش ليكي، انا مش ليكي، انا ليكي انت. شو تعالي عايزاك. انا قلتلك قبل كده مالكيش دعوه بكرامه. انا كنت بوعيها بنصحها، ولا هو كلمتي انا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور؟ ولا يمكن علشان انا غريبه ووحيده بتستفردوا بيا؟ اسمعي يا شو، شغل التلات ورقات ده ما ياكلش معايا وما ينفعش في البيت ده. وحبتين النسوان والسهواكه ومحن الحريم ما يمشوش هنا. انت وقعتي كذا مره، وانا قلتلك بدل المره اتنين التالته من غير صوت، في غمضه عين هتبص تلاقي نفسك مرميه في الشارع، فاهمه؟ بالحدمه اللي عليكي. وانا كلمتي محدش يقدر يتنيها. ما بلاش يا حاجه تظلميني احسن، ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر؟ انت لسه ما شفتيش شر، ويا ويلك لو شفتيه. الله أكبر. ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا. أنا ما تأخرش يا بجاشي، بس أنا ماليش في بلطجة الانتخابات. تمامك اخضر والكل بيتبارك بيه. مهام اخضر بصر الاحمر المستورد وبالسعر اللي انت عاوزه. فراوله يا ابني انا ماليش في الكيمياء، ما انت عارف. بس الكيمياء بقت موضه ولازم يبقى لك فيها يا معلم. لما انت لازمك فيها يا بجاشي. الاحمر ده بيخلي البشريه شد حيلها، وحبايه واحده تخلي المقتب العدنان حصان بيرمح.
والراجل البطايه يبقى اسد. انت خاشش المجلس ولا بيت دعاره يا ابني؟ الكيف بيخلي الكل يتساوى، وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما ايديهم توجعهم. حاكم الاصوات دي ما بتجيش الا لما تملى البطون وتملى الجيوب، والاهم من ده كله تملى الدماغ. وانت اخترت الارخص؟ لا، انا اخترت المضمون يا معلم. يتوب علينا ربنا. امين. تركي نركي رجعت. طيب يا خلي بالك ومرحوب. ماشي يا فنديلك. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه؟ فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه؟ ميرسي. ميرسي ايه بقى في الحته هنا؟ ده عيال البيئه كلها هيفتكروكي خواجايه ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فوتي، انت بس شاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عادي، ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي، ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر، يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكليهم في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ اه انت رايحه بقى. يلا باي باي. باي باي. بس البيت ظهر عليك يا فندينا، مش هملك. انت هنا من امتى؟ قبل الصراحة بشوية. حلوة قوي الفيلم ده. فيلم ما تحسبهاش كده يا بطريق، فوتة دي حاجة تانية خالص. اه بس هي باين عليها حاسبها كده. ابويا منبسط قوي لما بتيجي، امي كمان، كلنا يعني. ايه؟ يا دفن، فوتنا دي تربية ايدي، تربية ايدي. بنت نظيفة وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، أنا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب أبيض غالي من سواد أيامكم، لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. ما تيجي تعزمني على حاجة أحسن. لا لا ما أقصدش قد كده، بس القهوة ملغمة دعوة. تعال نشرب حاجة عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والمية على حسابك. والجوزة فرق. لا لا. والقهوة فرق. لا لا. والجوزة فرق. لا لا. طمني أخبار أفندينا إيه؟ مفيش جديد يا باشا، فضل سهران في الغرزة وبعدها راح المقطم مع المحامي ومنها على بيت الرقاصة وبعدين روح. أنت كنت بتراقبه باللقاء ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزة؟ نفس الطقم، ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس وحبة نسوان. أظن أنت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. أخبار الأحمر إيه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله باشا شاحح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. أمرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة، وكالعادة لا بيحدد ميعاد ولا مكان. يا فرحتي كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا؟ أنا عيني عليهم ليل نهار، وأي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة إنه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أيوة حاجة مهمة، بدليل إنه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طراطيش كلام ما فيهاش معلومه اكيده. يا علي الطراطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعه متاخره زي دي اكيد فيها حاجه مهمه، وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجه. اللي زي دول ما بيهزروش. واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاي حبتين. مفيش مشكله.
كنت نايم، كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع، كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر. لسه عايزه تفهميني انك خايفه عليا يا مطره؟ تعرف انا خايفه اقرب منك ليه؟ خايفه ارتاح وانا في حضنك، خايفة أصدق إن أنا مراتك، خايفة تروح مني زي ما أخوك ما راح. أنا عارفة يا براءة، عارفة إن أبوك ضغط عليك وملجمك، بس أنا كمان غصب عني كل ما أجي أقرب منك ألاقي دم أخوك سايح بينا. يوم ما الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حتة وتغسل روحنا من ذنبه وتصلح كل حاجة اتكسرت فينا. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ هاو دي دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليلة 14، حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءة شوية وترجع صاحبة العزة والكرامة. بس انا مش راجع الكباريه تاني. ينفع يدور من غيرك؟ ده انا اقفل الكباريه واكتب يافطة بالبنت العريض مغلق للصيانة لعدم وجود رمانة نجمة المحل الاولى. ينفع يدور يا نجمة من غير طلتك علينا؟ والطلة اللي انت لقت عصورتها على الباب شالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك إيدي في إيدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان، الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده، وقال لي بنت جديدة ملهاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق.
أنا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلت يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ أنت قلت يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص أنا هبقى أرتاح كم يوم وبعد كده هبقى أنزل. العمروتي باشا مأكد عليا يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز إيه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس أنا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك، وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سيو سلام يا بيسا. سلام يا كابتن. طب خلاص خلاص، فين انت دلوقتي؟ انا بتعمل ايه خميس؟ نقط اربعه على النفوخ. هو عامل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمه. هو انا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شويه يا متر، الحوار ده محدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عارف منين؟ فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي هقرره بيه دلوقتي. انا ما يعجبنيش الشغل ده. انتوا ليه مش مقدرين المهمه القوميه اللي احنا عايشين علشانها؟ فالحين بس اخر الاسبوع كل واحد يمد ايده عايز يقفش الالمونيا. راحوا ضميركوا شويه. شلبي ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاه الضمير صفحه فندينا. كلمه يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك عارفينك مكانك. دي مش طريقه تفاهم، هموت في ايدك. ولا مين ياض العيال اللي قطر رمانه امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم على ايه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول. براء نوح رجلت. براء نوح. الحمد لله على السلامة. الله سلام. ايه مالك محظوظه كده ليه؟ ابدا يا باشا، اصلا الصراحه يعني اول ما قالوا لي انا هقابل الباشا الكبير خدت رجلي وجيت جري، وديك الساعه انا مقابل الباشا الكبير. طب اسمعي اللي هقول لك عليه كويس، قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجه اللي في الشنطه دي، شويه هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم، ده لو حد سالك. ولو ما حدش سالك هتيجي برضه تقولي لي مين سالك ومين ما سالكيش، وقال لك ايه وامتى وازاي وفين. والنبي انا اطمنت لك، انا هاجي اقعد جنبك. بتعملي ايه يا مجنونه؟ اقفلي الباب، مش عاوزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا؟ انا هسيبك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصل لي نظام البشاوات والحاجات دي يعني. من غير لا توعك. احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا. يعني اي حاجه هتعرفيها تيجي تقوليها لي انا. ها؟ بالحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه. وانا وداني دي ما ترطق. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يو. ايوه يا باشا، خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زماره رقبتي وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي، واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار، فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. أؤمر. وأمرني ما عليك. مع السلامة. شلبي ضحكتني يا خميس، مع ان النهارده مزاجي مش معدول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده بقى؟ خميس افندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ظلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي، واللي يمسها يمسني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن نوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت.
اللي قول لي يا خميس، يا ست دي تخصك قوي قوي كده. انا كده عملت بالاصول يا بيه. اه ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش لك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني انك تيجي وتشرفني يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. ها حبيبتي فريدة بنتي خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك، قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه نيجي نيجي بقى. نيجي ونرقص كمان. تعرف ترقص فارس يا خميس؟ فالس؟ اه انا ما دخلت المدرسة كنت الاول على الفالس. تعرف الفالس ده بتحزموله بايه؟ ما بتحزموله برضو؟ فيش رقص من غير تحزيم يا خميس. ليه ما قلتليش من الاول انه براء النوح؟ براء النوح؟ ايه الدنيا كانت عاتمه برضه ما شفتيش؟ انا ما شفتش حاجه خالص. هتخبي عليا تاني؟ راح عليا خميس، انا ماليش غيرك في الدنيا، ما بقيتش حمل مرمطتها تاني. كفايه يا اخويا اللي شفته وانت بعيد عني. براء ده عيل طايش وسلاحه غدار وبيلوش، ما كانش ينفع احطك في سكته. ايه خايف عليا؟ وافديك بروحي. تحبيني يا بت؟ وما حبيتش غيرك، وحني كعوب رجلك بسنين عمري. عشان كده لازم تبقي مراتي يا فندينا، عشان مفيش كلب بعد كده يفكر انه يلمسك. أفندينا يا حجة خد المتر بدران تحت باطه وطلع على المقطم. بعدها حجة حط عند رمانة في البيت. وما خدكوش معاه زي كل مرة ليه؟ أصل المتر بدران كان مقاير حبتين. والزار يا حجة والله أعلم، أفندينا خده عشان يقعد معاه يفضفض ويجيب أخره. هي البت اللي اتجوزها بدران دي لسه ليها ديول؟ الديل اللي كان فاضي البجاش المري قطعه. هو بسلامته معاها دلوقتي. أه واخدها وخرجوا لوحديهم، بس بصراحه يا حاج ما نعرفش راحوا فين. وبعدين بقى هنخلص من حكايه رمانه دي امتى؟ زي ما تكون عامله له عمل يا حاجه. ولا اللي سحراله. معلش اللي له اول له اخر. يا شوق صباح وقشت. يا شوق مالك بتشتكي على الصبح ليه؟ هو انت حاسس باللي بيجرالي؟ خليك حاطط ايدك في الميه البارده وسيب كل من هب ودب يقعد يمرمط بكرامه اهل الارض. من الظاهر ان انا الحيطه الواطيه اللي في البيت ده. لا الا الله، ليه بس؟ حصل ايه عشان ده كله؟ حصل كتير. حصل ان انا ما بقتش قادره اتحمل اكتر من كده. خلاص الدمعه نشفت في عيني، الوجع قفش في كعاني. كعانك سلامك كعانك يا حبيبي. ايه بس حصل ايه طيب؟ حصل كل حاجه وحشه، حصل ان انا كل كلمه بقولها حلوه في البيت ده بتتاخد على انها كخه وبتقف في الزور. حد داسلك على طرف قوليلي. ما انا جايلك يا راجل في الكلام اهو. بالراحه عليا. بالهداوه. هات يا جمال يا رب. ايه يا حبيبتي مالك؟ يعني خلاص يا معلم نوح، لقيت رجالتي بقوا جربوا ومحدش بيهود ناحيتهم. عشان اغبياء دول، لو رجالتي انا كنت طخيتهم عيارين زي خيل الحكومه. القفشه بتاعت افندينا والدهام ضربتهم في السوق وعلمت عليهم. ما تخزنيش يا معلم، دي جعانه وعينيها فارغه، يعني لو فتح بقهم هيبلع الكل.
ما تهدى على نفسك شوية يا معلم. انت جاي تهددنا في ملعبنا ولا ايه؟ لا يا معلم براء، انا مش جاي عشان اهدد حد. انا كل الحكاية جاي عشان اواعيكم. يا اخويا واعي روحك انت ولم تعابينك اللي بترمي السنانها دي. ولا اقول لك اعملهم حبل غسيل وبعلق عليهم خيبتك وخيبتهم. جرى يا معلم براءة، جرى يا معلم نوح، دي مش اصول ولاد الكار برضو. انا كل حكاية خايف لعيان لسانهم يفلت اكده ولا اكده ويجروا. رجالتك لسانها سايب وقروا يا معلم، قروا يا معلم. من كام يوم افندينا جاب لي واحد منهم ورماه قدام بيتي زي الخروف. وعملت ايه فيه يا معلم؟ لحم وزفر وكلابنا قرفت منه. ده مقبوله منك يا معلم براءة، انت كده قفلتها ضمنا يا معلم نوح. ودي علامه النوح عشان لما تبقى تنسى يا معلم تبقى تفتكر. يرضيك كده يا معلم نوح. معلش يا معلم، هو كان عاوز يقشر لك التفاحة قشر دقنك. البت مقطع روحها من العياط جوه يا حاجة، برضو مهما كان دي مراته وكرامتها من كرامتي. خد يا ابو سن. ايه ده؟ امسح ريالتك لا تتكعبل فيها وحد يشوفك يضحك عليك. شكرين شكرين يا بنت والدي. كويس انك فاكر. خلينا افكرك ببقيه الليسته اللي بصمنا عليها كلنا من يوم ما ركبنا ما بقت واحده وسكتنا رايح من غير جاي. انا ضاوي ابو سنه اللي شلت روحي فوق كفي لاجل الشجر ما يكبر ويضلل علينا كلنا. تيجي بنت ما تسواش تلاته مليم عايزه تقلعك من جذورك وتخلي لسانك يقول كلام ما تقبلش تنطق بيه؟ مش كفاية انها هجة من البيت كل يوم والتاني وانت ماشي وراها؟ ايه بس لازمته الكلام دلوقتي يا حاجة؟ وانا مخلي على جهد جهد، ما احنا كلنا في النار سوا وما حدش اشتكى. انا كان كل غرضي. غرضك ايه؟ لو تفتكر انا قلت لك ايه؟ ان الجوازة دي يا دوبك نقضي بيها مصلحة وتروح لحالها. انت يا اخويا اللي ريقك ساحة البيت. احنا مش هنعيده تاني يا حاجة. صحيح انا اتجوزتها بامر منك، لكن طلاقها لازم يبقى بموافقتي انا، مش ده كان اتفاقنا؟ بس الاتفاق ما كانش انك تجيلي نافش ريشك وتحاسبني علشان الغندورة نزلت دمعتين. حاسبك ايه بس؟ استغفر الله العظيم، انا اقدر يا حاجة؟ حاسبك ده ايه؟ انا بس يعني بعاتبك من العشم يعني. ما تنساش ان حواء هي اللي خرجت ادم من الجنة، وإن إبليس والعياذ بالله بقى شطان من يوم ما عصى ربه. استغفر الله العظيم. هات يا جمال يا رب. خايب؟ راجل خايب وعرة الرجالة. تديك منديل علشان تمسح ريالتك فيه يا خايب خايب. ما اديها في دماغها، اديها في اسنانها اللي الموت خايف يقرب منها دي. خايب وني، مش عارفه لما يجي ده انا اقول له ايه. ده اقول له ايه ده؟ وانت مال اهلك انت؟ انت مالك؟ اتجنن ولا تهبل؟ انت مالك؟ لا يا حبيبتي، انا هنا مش لوحدي، معايا شلة عفاريت. تحب اطلعهم لك واوريهم لك لما بيطلعوا بيعملوا ايه؟ خلاص يبقى بعدي عني علشان ما اوريكيش الجيران على طول. والله العظيم انا مجنونه مش كده؟ طب بما اني مجنونه رسمي ومعايا شهاده معامله اطفال، تعالي لي يا بتاعه الهبه هبه اما اوريكي الجنون على اصوله. تعالي لي، ده انا مش طايقاكي. تعالي لي، مش انت بتحبي كده؟ هو مش مالي عني، هو مشغول شويه. مالي ولا مشغول يا عم محمد مش فارقه، في الحالتين هو مش موجود. سيبك، انا اصلا زهقت من الكلام معاه،
مبقاش في كلام جديد نقوله. فاكره زمان لما كنت بتمشي ورايا وانا بسقي الزرع، وكنت انت تشد الخرطوم مني عايزه تسقي الزرع؟ فاكره كنا كل يوم انا وانت نختار الورد لماما الله يرحمها، ضحكتها وصوتها كان بيملى البيت. انت عارف يا عم محمد، انا ما كنتش انام غير في حضنها، كان ايدي تبقى ماسكه في ايديها، كانت تصحى كل يوم الصبح تلاقي ايدي معلمه في ايديها، تقعد تضحك تقول لي ايه يا بنتي وانا اهرب؟ مالك ماسكه في ايدي كده ليه؟ انت كبرتي وبقيتي عروسه. البنت كل ما بتكبر كل ما بتحتاج لحضن مامتها اكتر. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو، الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت اللي اتقربوا على الاخر، وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا، ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح، وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خمد اليك، وجاب الواد لغايه عندك في البيت، وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا، انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبه، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو، هتزعلني. ما عادش يزعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما هو عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس. يا باشا بس كده ده اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هم مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك داوية. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبه اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايده. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق، ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خر يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك، واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور، والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبنا على ملا وش ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه، وفي كل حته كارثه، وفي كل طلعه بلوى بتيجي على دماغ اهلي انا.
جرالك ايه يا حاج؟ فيه ايه؟ ايه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة ايه دي؟ انا مش فاهم حاجة. تواد زبالة، واد غبي واهطل، ما انتش فاهم حاجة في دنيتك، وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. فاللي حصلت يا فندم. هو انا يا جزمة يا بنت الجزمة؟ مش منبهة عليكي قبل كده ما تخرجيش من البيت الا باذني. هعمل ايه بس والنبي يا ست مطر؟ ما انا واخده الاذن من المعلم قبل ما اخرج. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي يا اختي اللي لازماكي؟ تخرجيش يا بنت مصاحبالك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر، ما انا قاعده في وشك 24 ساعه زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لك. وهي الحاجات دي يا بنت تقعدي فيها 5 ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع، وسواق التاكسي الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع قعدني جنبه ساعه. اما كنت ورا صوتكوا جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني والنبي يا معلم، انا في عرضك. البنت بقالها 5 ساعات سايبه البيت وسايبه البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوك اسود، 5 ساعات؟ سيبتي مش قلتي هم ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. اصل انا اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه وكنت بجيب شويه طلبات. لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطرة. شغل ايه؟ الاسرعه دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري، يا امك لا ارى في اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطرة اعتبرني اتاخرت ساعه زياده، ما فيهاش حاجه يعني، عن اذنك. اذنك معايا. الحفله دي كلها علشاني؟ طبعا يا حبيبتي، لازم كل الناس يعرفوا انك رجعتي. ان شاء الله تعزمي مصر كلها ونشرب ونسهر وما تعكننش عليا. انا عمري عكننت عليكي؟ انا بموت فيكي يا عمروتي. موتي فيا ولا ايه؟ ولا بلاش، احسن تقولي بتدخل في خصوصياتك. انت بتلف وتدور حوالين ايه بالظبط؟ مفيش حد شاغل بال العمروته الصغيره يعني. ويعني دي تبقى ازاي؟ انت شكلك كده عايز تخلي الحفله حفلتين. لو على مزاجي اخلي الحفله حفلتين هخليها حفلتين. وانا ماليش مزاج اعمل دلوقتي كده خالص. كفايه عليك الجوازتين اللي فاتوا كانوا على مزاجك برضو مش كده؟ بنت لسه ما اتعمرتتش، مش فاهمه ان مفيش حاجه مش على مزاجي. حبيبه بابا. الله، اهو كده حلو قوي الكلام ده. قوي شكلك مبليق، متفتفت شويه كده الخدام. كان يوم وحش يا بت، كله مشاكل وخناقات، مبقاش فيه مزاج. مبقاش فيه مزاج. اي اي اي، لا لا، ما كنت ماشي حلو، خليك حلوه بالراحه. ايوه ايوه. قولي يا سوريا، انت كنت فين يا بت؟ ها؟ ما انا قلت لك يا معلم نزلت اشتري لنفسي شويه حاجات كده لازمين. حاجات زي ايه؟ ما تكسفنيش بقى يا معلم، شويه حاجات كده ستاتي يعني. دام ستاتي انا بقى بجح وعاوز اعرف ايه اللوازم دي. يعني شويه قمصان نوم وحاجات كده يعني. هدوم داخليه يعني. حاجة كده يعني. ايوه فهمت. وقوليلي الفلوس اللي معاكي كفت الحاجات دي؟ وفات كمان. غريبة، مع انك لسه مقبضتيش ماهية الشهر. جرى ايه بقى يا معلم؟ الله، انت عمالك تسأل اسئلة غريبة كده وانا مش عارفة اجاوب. انت رايحة فين؟ بنت يا سوري. والله زعلانة منك يا معلم، بص عليك بقى. الله، ايه ده؟ الله 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 الله، ما كملتيش يعني.
احكي بقى. ما انا قلت لك يا معلم قبل كده انا ببقى شايله فلوس عشان لو كنت عايز اشتري حاجه كده ولا كده. ايوه الله الله بقى حلوه قوي. ايوه يا طيب الحته دي بتوجعني قوي. بصي خش على الرقبه بقى واستمر بي. ايوه استنى بس اوعى تكسر رقبتي. لا بعد الشر عليك يا حبيبي. بالراحه. قولي لي بعد ما اشتريتي اللوازم ما قلتليش رحتي فين؟ ركبة المسرح وآخر سلطنة. تأمرني. أنا هنا عشان تأمرني. لحد دلوقتي. بقول لك ايه؟ انا جاي تعبان ومصدع. فكك مني. انا مش حامل حواراتك دي. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ ده شكل واحد هياخد طار اخوه ولا حتى يبقى قد كلمته؟ يا ست انا مش قد كلمتي. انا مش قد كلمتي. بقولها لك اهو. روح اتكلمي مع اللي قد كلمته يمكن يحس ويرجع للي في دماغه. وايه بقى اللي في دماغه؟ عايز تعرفي ايه اللي في دماغه؟ أقول لك يا مطر إيه اللي في دماغه. عايز يروح لأفندينا، عايز يطاطي ويطلب من أفندينا السماح، وكل ده ليه؟ عشان الباشا عايز كده. ما أنا ياما قلت لك أبوك ما يهموش غير مركزه في السوق ويدوس على أي حد عشان مصلحته. شوفي بقى يدوس ما يدوسش، كل واحد فينا يعمل اللي هو عايزه. أنا مش طالب منك غير حاجة واحدة بس. تنسوني من دماغكوا خالص. أدي اللي أنت فالح فيه. تاخد لك كاسين، تضرب لك حجرين زي بتوع الافلام، انما تكبر كده وتبقى راجل لا. ما تحترمي نفسك يا حبيبي. قف. يا ابني ليه يا خميس؟ ده ايه المزاج ده؟ لا 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 انت مكيف الدماغ 100 100، مش هي اللي حاططها على حجرك ورامي الدنيا ورا ظهرك. قلت لك يا باشا زيح زيح على قلبك وارمي ورامي. كيف مطرح ما يطلب لازم نلبي نلبي. انما ايه الخلطه دي؟ دي خلطه سحريه، هي مغيمه شويه بس حلوه. ايه يا عفريتي دي يا باشا؟ يعني بتبقى ايه؟ طافيه شعبي؟ هما جوا بغطيش وشفتوا احنا داخلين كان في صفايح كده مربيع ياخدوا بقى الباقي الصفايح. وكل يوم طبعا الطعم حسب الناس رامي ايه. بس برافو عليك يا خميس،
عرفت تقفش دية الدنيا دي ورميت كله وضربت طبق. برافو يمين يمين. الدنيا واسعة أوي. لين ده بقى على نفسنا؟ هي واسعة أوي وبراحة. خدها مني واستلقيها. عيش يومك بطوله وعرضه، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي ما بتتعادش تاني. وأي حاجة في الدنيا ليها كمالة، إلا العمر ليه ساعة. خميس أفندي. حلوة كمالة دي. قرب. قرب فين؟ قرب بس أحسن البنت اللي هناك نفسها تعرف بنقول إيه. قرب قرب. بمناسبة الكمالة بقى. أيوه. الليلة دي محتاجة تطرى شوية. تطرى شوية. تطرى. طلبك عندي خيالي شبه المنوعة ده كده. فيا بيا. يلا بينا. ندفع ولا نقوم كده؟ نقوم كده. اتفضل يا باشا. حاسب المية. يا سدد بالليل. الباشا الكبير. تعالى يا ابو سامية، تعالى سلمي على سعادة الباشا. ابو سامية يا باشا يعني الكمالة، يعني الحلو كله، تخصص الزبيب. ازيك يا ابو سامية؟ ازيك يا باشا، نورتنا. اتفضلوا. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل. ازيك يا مدران؟ زي الفل يا باشا. ازيكم شايلينه لما النهار يطلع. تيها باشا. وده فيه براحتك. اتشقلب. الله. ايه يا مدران؟ لا عايز اقول لحضرتك قعدت زي ما قالك بالظبط. براحتك. انت جبته هنا ازاي ده؟ يا ابني احنا اللي بنجيب ولا بنودي. كيف مطرح ما يطلب يجيب صاحبه، ومطرح ما يغمزه يوديه. امال هم ليه سموه مزاج؟ بس الراجل ده كبير قوي. ابن تسعة ولا مش ابن تسعة؟ ابن تسعة. يبقى يجي عند ابو سامية. يجي ويتضرب كمان. يتضرب بعدين. يجي بعدين. يخرب بيتك. ده شكله فك على الاخر بجد. ولسه انت شفت حاجة في ابو سامية دي المفروض يتعمل لها تمثال. وده يحطوه فين؟ يحطوه فين؟ ده يحطوه عبرة بين كل اتنين متجوزين عشان يفهموا حاجة. الجواز والمزاج توم توم لازقين في بعض. يعني انت بتفهمش مصطلحات طبيه ولا ايه؟ بعد ما جبت الراجل ده هنا انا مصدقك في اي حاجه. بالظبط. ولسه يا رومانسي يا رومانسي. عبد الحليم لسه عايش والله. يا لا لا يا باشا، هنا مفيش رحراحه، هنا في مطوحه. قوم يلا شويه تمارين رياضيه. اتشقلب اتشقلب يا باشا اتشقلب. يا ليلة مجاني الغالي ودق عليا الباب. اتبص انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق عليا الباب. اتبص انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق عليا الباب. لا ده الليلة كلها شقلبة. أنا كده هزعل يا رمانة. اللون ده مش لون،
والكلام ده مش كلامك كمان. احنا كنا كويسين وزي الفل. انا جيت بس عشان الفرقه والناس اللي شغاله وراك. الله، ما انت قلتي هتسيبيهم. اي بس لازم اقفل لهم الاوبايج قبل ما امشي. وتمشي ليه يا بنت الحلال؟ ما احنا كنا زي السكينه في الجاتوه. اصل بصراحه كده جوزي بيغير علي، محرج علي الشغل. جوزي؟ اه جوزي. انت اتجوزتي؟ هتجوز. ومين ده اللي عايز ينكد علينا عشتنا؟ طبعا افندينا. ترى شفاعه يا رب المعلم النور وامان. ماشي انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص اليابة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروتي ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا. اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جماعة يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. دوز امر فندينك. خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بس. جايه وجب افندينا. يلا رجاله نفذ يا كبير. نفذ بس، خليك قريب. حافظ. يلا رجاله، يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعة رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى رأي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه ومن جه ضارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوة. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمة؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. الله يا معلم، انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. يا
الرد عند فندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليبي قشطة. يا بنت استني استني، انت على طول واخده الدنيا على الحامي كده. استني نتفاهم. نتفاهم في ايه؟ انت اتفقتي معايا ان احنا هنذاكر عندك، وجايه دلوقتي قدام مامتك تقولي ان احنا هنذاكر عندي انا، وكل ده ليه؟ عشان تروحي تسهري مع اصحابك؟ خلاص يا ستي روحي لاصحابك وسيبيني انا في حالي. طب تعالي معانا هتنبسطي قوي. طب خلاص استني، تعالي اوصلك في سكتي. سكتي اللي انا رايحاها بعيد عن سكتك يا بنتي. طب تعالي اقابلك، مش هتلاقي تاكسي في الضلمه دي. همشي على رجلي لحد ما الاقي. وشي نكد. بالسلامه. معرفش ماتت ولا اتيلت.